خلينا نروح للماتشات اللي اتلعبت في الاسبوع السادس. انتوا عارفين طبعا ان في توقف في الدوري، الدوري هيتوقف حوالي 24 يوم او 25 يوم عشان مشاركه منتخب مصر في كاس العرب في قطر، والمنتخب النهارده سافر الى قطر بطياره خاصه ووصل الحمد لله الى قطر. لكن خلينا نشوف الماتشات اللي اتلعبت، هنشوف كده لقطات صغيره من الماتشات وبعدين هنتكلم باستفاضه مع الكابتن محمد يوسف والكابتن طارق مصطفى. دي صور وصول المنتخب الى قطر عشان بطوله كاس العرب ان شاء الله. زي ما انتم عارفين مجموعتنا فيها لبنان والجزائر والسودان، هنلعب مع لبنان اول مباراه يوم 1 ديسمبر 1/12 يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، وان شاء الله تكون بطوله مميزه لمنتخبنا الوطني. وبرده كان في بعض الاصابات كده، امام عاشور جاله كورونا، تم استدعاء احمد حجازي. هقول لكم الاخبار كلها، لكن احنا بنطمنكم ان منتخب مصر وصل الى قطر استعدادا ان شاء الله للمباراه الاولى امام لبنان في كاس العرب يوم الاربعاء اللي جاي يوم 1 ديسمبر.